السلام عليكم، معكم حسن من قناة حسن كيو. هنا عندنا فتح علبة ونظرة سريعة على جهاز لينوفو فايب زد 2 برو. هذا هو زد 2 برو اللي هو النسخة الأقوى بالنسبة حق أجهزة لينوفو، المواصفات القوية طبعا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبطل العلبة كذي. عندنا التليفون صوب، ناخذه نحطه هني، نشوف شنو محتويات العلبة. اوكي، بطلنا هذا الظرف. تهني دبوس مال الشريحة سم كارد، حلو انه في حماية شاشة مجانية. شيء وايد حلو ان الشركات هذه تحط لك شغلات مجانية، يعني اتمنى الشركات الثانية، يعني سوني سويتها الفترة مع اجهزتها وان شاء الله تتم تسويها، وحتى اتش تي سي لما حطوا الكفر حق ال 1M8. هني عندنا كتيبات وشغلات ما اتوقع راح نقراها. نشوفها الصوب، نقدر نشوف هني الشاحن، طبعا حجمه كبير فاتوقع ان هذا يشحن بشكل اسرع من الشاحن العادي. قوته 2 امبير فانت يعطيك شحن سريع، مبين من حجمه انه شاحن عود. خلي هني، عندي هني واير المايكرو يو اس بي ملفوف بطريقة مميزة، طبعا واير شريطي. الوايرات الشريطية انا عندي او ان افضلها، خصوصا مع الاستعمال يكون استعمال مريح وما تربط او ما تشابك مع بعض. الصوب نقدر نشوف سماعة، هذا بس اللي عندنا، ما عندنا اي شيء ثاني، لا كفرات ولا اكسسوارات ثانية. شو هذا الصوب، شو هذا مني. هذا هو الجهاز لينوفو 5Z2 برو، اللون رمادي. لحد الحين ما نزلت الوان ثانيه، لكن احتمال تنزل الوان ثانيه بعد. شاشه 6 انش، شاشه وايد كبيره، وضوح طبعا اللي هو كيو اتش دي اللي هو دبل فول اتش دي العادي. نشيل هذا ونشيل الجدام، طبعا هنا حاطين ان نحط الدبوس اساس ندش حق مدخل الشريحه، طبعا يدعم شريحتين. هذا هو الجهاز، نظره سريعه. طبعا هني عندنا مدخل الشرايح مثل ما قلنا، هني عندنا زر التشغيل، ما في عندنا اي شيء ثاني. هنا عندنا هذا المال اللي هو الانتنا او الاريال، من تحت سماعة الجهاز وحده صوب، وصلة المايكرو يو اس بي، عندنا المايكروفون على اليسار. نقدر نشوف زرين الصوت، نسويهم بلون فضي. من فوق نقدر نشوف عندنا فتحة الهيدفون، من الخلف كاميرا الجهاز 16 ميجا بكسل، من المفروض تعطيك جودة جدا عالية. وعندنا هني الفلاش LED فلاش 2 نفس الدرجة مو درجتين مختلفتين. عندنا مايكروفون ثاني، شعار لينوفو وصناعة المعدنية. تبون الصراحة التصميم وايد عجبني. هنشوف بالنسبة حق الحجم، هنشوف بالنسبة حق الأجهزة الثانية اللي تتشابه معاه بالحجم. هنشوف النوت 4، هذا الحجم مقارنة بالنوت 4، مقارب نوعا ما بس شوي أطول. نوت 4 5.7 انش وهني 6 انش، طبعا نفس وضوح الشاشة. هذا بالنسبة حق نوت 4. الحين بالنسبة حق الايفون 6 بلس، هذا هو. الحين دق الجهاز سلف عشان نختم الفيديو، وان شاء الله اجيكم فيديوهات ثانية. الظاهر ما في شحن. على العموم هذا عندنا الجهاز لينوفو 5Z2 برو، نظرة سريعة على الجهاز، وان شاء الله القادم اكثر. شكرا جزيلا.